نروح المغرب. نروح المغرب وزميلنا العزيز جدا كريم احمد. وطبعا لازم يعني لحظه بلحظه بننقل لحضراتكم كواليس بعثه الاهلي في مونديال كاس العالم للانديه، ونعرف ايه الجديد والمستجدات والاستعدادات وكل حاجه من زميلنا العزيز كريم احمد. كريم بونجور، صباح الخير في البدايه. صباح الخير عليك يا زميلتي العزيزه نهاوند، وكل التحيه للزميل العزيز كريم، والشكر والتحيه موصوله ايضا كمان لجمهورنا العظيم جمهور النادي الاهلي. كريم يعني خلاص ساعات قليله جدا بتفصلنا، انا مش عارفه ابص لك هنا عشان رقبتي معلش. يعني ساعات قليله جدا بتفصلنا عن اللقاء التاريخي باذن الله، نتمنى ان النادي الاهلي يكتب التاريخ ويكتب تاريخ للمره الاولى زي ما اتقال بشكل جديد، نتمنى ذلك. ملايين بيدعموا النادي الاهلي، انا مش هسالك عن الدعم والروح الايجابيه لان احنا وصل لنا هنا حتى يعني في مصر، وصل لنا لغايه مصر الروح الجميله والايجابيه اللي موجوده باذن الله خير. لكن طمنا الاستعدادات النفسيه، الاستعدادات الفنيه، هل في اي حاجه جديده مستجدات تحب ان انت كمان تطلعنا عليها؟ خلينا كاننا بالظبط قاعدين معاكم هناك في المغرب، طمنا وطمن كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي يا كريم، اتفضل. يعني في البداية طبعا دعوات كل جمهور النادي الأهلي، ودعواتكم طبعا إن شاء الله بمشيئة الله يكون يوم نصر عزيز على النادي الأهلي، ويكون كل لعبتنا الحقيقة في يوم النهاردة، لأن المجهود الكبير جدا اللي بذل والتركيز والأمور الفنية المميزة جدا الحقيقة من مستر كولر، يا رب إن شاء الله تكون كلها مردود إيجابي جدا في مباراة قمة، طبعا قمة عالمية كبيرة جدا، العالم كله بينتظر أن يشاهد هذه المباراة، بطل القرن الأفريقي وبطل القرن الأوروبي، فيمكن مباراة تكون مهمة جدا لكلا الفريقين، لكن تحديدا لفريق النادي الأهلي الثقة الكبيرة الحقيقة اللي احنا بنأكد عليها في كل مرة، والثبات والعقلية والوعي الكبير والخبرات الأكبر الحقيقة في صفوف فريق النادي الأهلي، مديانا ثقة ومديانا أمل بمشيئة الله إن شاء الله إن احنا بالجدية والشخصية والروح إن شاء الله بإذن الله نقدر إن احنا نصنع المستحيل. المستحيل ليس أهلاوي، دي مشكلة مش شعار، لا دي حقيقة. النادي الأهلي الحقيقة يعني شفنا محافل دولية كبيرة جدا وتألقه الكبير جدا، وتحديدا في كأس العالم للأندية كرة القدم فيها ثوابت لكن متغيراتها كثيرة جدا، فإن شاء الله بإذن الله التكتيك المهم جدا اللي كان في تدريب الأمس الحقيقة، والتشكيل اللي تم اختياره من مستر كولر، وتوزيع المباراة وسيناريو المباراة، نكون في ميعادنا ونكون في يومنا، وتكون المؤازرة الجماهيرية الكبيرة المنتظرة الحقيقة من شقائنا المغاربة تكون على أعلى مستوى كالعادة. التذاكر نفذت بالكامل وأكدنا على هذا الأمر من 48 ساعة، لكن يعني الحقيقة كل تنقلاتنا وكل تحركاتنا للدعم الكبير اللي بنقابله من الجمهور المغربي بيدينا طمأنينة بمشيئة الله ان هيكون في جمهور كبير جدا، لان الجمهور هو سر كرة القدم. جمهور النادي الاهلي بالتاكيد هيكون متواجد، لكن الكثافة الكبيرة تشوف 60,000 مشجع بيهتفوا باسم النادي الاهلي، ده امر مهم جدا بنعمله مشيئة الله. الروح المعنوية الحقيقة مرتفعة جدا، التركيز اكبر، مستر كولر مركز الحقيقة على رفع الضغوطات بشكل كبير، الثنائيات المحاضرات الثنائية والفردية بيحاول ان هو يكثف من هذا الامر، لكن نقدر نقول بقى في هذه اللحظات كل الامور انتهت الفنيه والتحضيريه، خلاص الامور بالنسبه للنادي الاهلي ولاعيبي النادي الاهلي انتهت تماما، بيتبقى لنا بمشيئه الله شخصيه كل لاعب، فكره ووعيه دخوله في المباراه، حمل كبير جدا على اكتافنا وعلى اكتاف لاعيبي النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي، فبمشيئه الله النهارده يكون يوم سعيد، يكون يوم فرحه مش بعيد على النادي الاهلي، كل الامور وارده 90 دقيقه فيها كل شيء، لكن بالجديه المعروفه عن كل لاعبينا بمشيئه الله النهارده ان شاء الله يكون يوم مهم جدا للنادي الاهلي. طبعا يعني مش هنقول ان سقف الطموحات لابد يكون عالي طبعا عند الجمهور، لكن لابد يكون في وعي كبير جدا ان احنا باللاعب فريق ريال مدريد من اعظم الفرق في العالم مش هتقدر تجاريه في المباراه بشكل كبير، فلابد يكون عندك تاني، غلق المساحات مهم جدا، قرب الخطوط مهم جدا، دكه البدلاء لابد يكون نفس المستوى وعلى قدر المسؤوليه، والكل على قلب الرجل التاني، يمكن ده مهم جدا عشان هي مباراه تابلو كبير جدا، استمتع بكره القدم، وده اللي بيقوله الحقيقه مستر كولر لكل لاعبي النادي الاهلي، فمشيئه الله النهارده يكون يوم نصر عزيز على فريق النادي الاهلي. اليوم النهارده زميلتي الهواندي زميلي كريم بادئ النهارده بفطار صباحي للاعبي النادي الاهلي، وجبه غداء هتكون في الرابعه عصرا بتوقيت المغرب، محاضره فنيه اخيره هنا في فندق الاقامه الساعه 5:30، على ان يتحرك بعثه النادي الاهلي بالكامل الى طبعا استاد مولاي عبد الله اللي هيستقبل مباراه اليوم في 6:00 مساء، التحرك 8:00 مساء موعد المباراه بتوقيت المغرب. من اهم الاشياء الحقيقه طبعا وصول القندوسي طبعا هنا الى فندق الاقامه، يمكن دي امر مهم جدا، لان الروح المهمه اللي انت تكون كل اللعيبه وكل الوافدين الجدد متواجدين ده امر مهم جدا. القندوسي وصل الحقيقه في 2:00 مساء طبعا امس، ضم لبعثه فريق النادي الاهلي، شوف الروح ويشوف المعنويات ويشارك مع فريق النادي الاهلي، امور مهمه جدا. على راسهم ايضا كمان الحقيقه الكابتن محمود الخطيب اللي منتظرينه في اللفتات المهمه واللقطات المهمه اللي يمكن كل لاعبي النادي الاهلي وكل جمهور النادي الاهلي منتظرها، وجوده عند حافله فريق النادي الاهلي، تحيته للعيبه، تحفيزهم، بيجتمع بيهم اكيد قبل انطلاق المباراه
الكوره وقبل التحرك هنا من فندق الاقامه. يا رب ان شاء الله باذن الله المردود يكون مهم جدا وبمشيئه الله الطقس يكون طيب، لان احنا بناكد على هذا الامر، في بروده شويه لكن مفيش امطار مفيش رياح، فان شاء الله باذن الله كل الظروف وكل المناخ تصب في مصلحه النادي الاهلي ومش بعيد على كل رجاله النادي الاهلي ان احنا النهارده نسمع مجد جديد يكتب في تاريخ كل لاعبي النادي الاهلي. طب انا عايز اسالك برضو على نقطه للناس كتيره كانت بتسال على السوشيال ميديا على تويتر تحديدا، قال لك هو هيكون في جوائز او هيكون في حوافز ماديه مثلا، يعني عندك برضو معلومه لده؟ خلينا نعرف او معلومه خاصه بالشان ده خلينا نعرف منك. يعني بالنسبة للنادي الأهلي، النادي الأهلي ماشي على اللوائح، يعني ما فيش أي حاجة بتكون خارج الصندوق، لكن طبعا مباراة اليوم مباراة ريال مدريد لابد يكون في تحفيز مهم جدا، وده الواضح الحقيقة وده المعتاد من مجلس إدارة النادي الأهلي. النادي الأهلي بيمشي على اللوائح المعتادة في كأس العالم، لكن النهاردة الحقيقة أملنا كبير جدا في لعيبتنا، في حالة الفوز بالتأكيد هيكون في دعم معنوي ودعم مادي لكل لعيبة النادي الأهلي على كل المجهود الكبير اللي بيبذل، فيا رب إن شاء الله بإذن الله يوفق لعيبتنا، يوفق مستر كولر قيادته الفنية الرائعة من خارج الخطوط، يا رب كل المناخ وكل الظروف يكون معنا نهاوند يا رب. طيب كريم، عندي نقطة أخيرة حابة برضو أتطرق ليها معاك، فكرة هنا فوز الهلال برضو بالأمس، هل ده كان ليه تأثير إلى حد ما برضو إيجابي على اللعيبة؟ وهل تحدث مارسيل كولر مع اللعيبة وكان إلى حد ما هذا الفوز دافع كويس كمان للنادي الأهلي؟ بالتأكيد نقطة مهمة جدا، لأن يعني محدش كان يتوقع الحقيقه كره القدم زي ما بنقول فيها كل شيء، لكن ان الهلال يوصل الحقيقه بهذا الامر وبهذا السيناريو هي رساله، من الواضح ان هي رساله، ويا رب يكون نهائي عربي، ده اللي بنامله بمشيئه الله، لان يمكن احنا زي ما قلنا من البدايه نادي الاهلي جاي من بعيد جدا في هذه البطوله، مشاركته مباراه البطوله تقام في المغرب، النادي الاهلي ادي اداء اكثر من رائع في المباراتين طبعا الماضيتين، فهي يمكن شايفينها رساله من ربنا سبحانه وتعالى ان يكون بيكافئ لاعبتنا، لان النادي الاهلي الحقيقه في البطوله الماضيه في البطوله الافريقيه تعرض لامور عديده جدا، فيا رب تكون مكافأة إلهية من ربنا سبحانه وتعالى يقدر النادي الأهلي، وبنتمنى يا رب إن شاء الله يكون نهائي عربي خالص لأول مرة في تاريخ هذه البطولة، وبمشيئة الله هذه البطولة تكون من نصيب النادي الأهلي بالشخصية النادي الأهلي وبروح الفنانة الحمراء وبكيان النادي الأهلي الكبير. رائع جدا جدا، تغطيتنا أكيد مستمرة مع زميلنا العزيز جدا كريم أحمد وكواليس بعثة الأهلي في مونديال أو كأس العالم للأندية إن شاء الله على قناة الأهلي بعد كمان انتهاء البرنامج. شكرا ليك جدا جدا يا كريم وبالتوفيق إن شاء الله. جميل الكلام كله، مطمئن اللي قاله لنا زميلنا كريم أحمد.